إدمان شيرين عبد الوهاب على الممنوعات وصلت إلى أخطر مرحلة، ووفاء الكيلان تطلب النجدة. تتواصل التطورات المفاجئة في أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب المستجدة، والتي بدأت من إعلان تعرضها لحادثة انزلاق في منزلها أدت إلى إصابتها بالرباط الصليبي، مروراً بالحديث عن تعرضها للضرب من قبل شقيقها، ووصولاً إلى الحديث عن تعاطيها المخدرات مع طليقها الفنان المصري حسام حبيب بحسب ما صرح شقيقها ووالدتها. وبالحديث عن إدمانها، فقد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر تداولته عدة مواقع إخبارية يفيد بتسريب التقرير الطبي لحالة شيرين الصحية، الذي بيّن أنها تعاني من حالة هيجان عصبي واضطراب حاد، والمقرر عرضها على لجنة تابعة لوزارة الصحة من أجل معاينة حالتها الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة حالتها ومحاسبة المتورطين بالمسألة. وأضافت الأخبار المتداولة بحسب ما نقل موقع نبض إلى أن شيرين في المرحلة الثالثة من تعاطي المخدرات، وهي المرحلة التي يتعاطى فيها المرء المخدرات بشكل غير منتظم. هذا ووجهت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني رسالة دعم للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في ظل الأزمة التي تواجهها حالياً. وكتبت وفاء على صفحتها الخاصة عبر موقع تويتر: اكتار سنوا السكاكين والحكم صدر والضحية شيرين، مين مصلحته يهد شيرين؟ كتار للأسف بعاد يمكن وجايز حتى ريبين. شيرين صوت وإحساس مصري عظيم وقيمة فنية عالية لبلدنا، ومسؤوليتنا نحافظ عليها ونرعاها. بلاش أرجوكم تصدروا أحكام، لأن الحقيقة معاها هي بس احضنوها بحبكم، راعوا بناتها بكلامكم، وادعوا لها ربنا يرجعها لينا بألف سلامة. ونشرت مجلة الجرس تسجيلاً صوتياً مسرباً للفنان المصري حسام حبيب يصف في طلقته الفنانة شيرين عبد الوهاب بأنها أكبر غلطة في حياته، وذلك بعد منعها له من زيارتها في المستشفى التي تتواجد فيها حالياً. وقال حسام في التسجيل: شيرين دي أكبر غلطة غلطتها في حياتي، وأنا اتصدمت فيها صدمة عمري، ولا عاوز أسمع اسمها تاني، ولا عاوز أشوفها في حياتي تاني. تنسى إنها عرفت حد اسمه حسام في حياتها؟ من اللحظة دي أنا معرفش حد بالاسم ده. شيرين دي أكبر غلطة أنا غلطتها في حياتي، وأنا اتصدمت فيها صدمة عمري، لا عايز أسمع اسمها تاني،